بدر مصطفى، رائد مهندس في الهيئة الهندسية، حاليا شغال في مشروع قناة السويس الجديدة. سيادتك عارف طبعا ان هو قدم لنا بلاغ ان في ضابط من دولة أجنبية بيتواصل معاه. احنا اشتغلنا عليه بمجرد وصول القاهرة هو ومراته، متأكدنا ان هو بيتحرك باسم بيترو وانه بيشتغل في جهاز مخابرات لدولة أجنبية صديقة. وده طبعا كان غريب بالنسبة له. هو دخل مصر تحت ساتر ايه؟ هي دي المشكلة يا فندم. بصفة دبلوماسية. كده الموضوع بقى حساس جدا ولازم نتعامل معاه بمنتهى الهدوء. عارف اكتر رد فعل مناسب اننا نعمل عمليه تعرضيه توصل لهم من ناحيه اننا صحيين، ومن ناحيه تانية انه ما يصحش يتعمل معانا كده وما يجبش انه يتكرر. اكيد يا فندم، انا هحضر خطه واعرضها على سيادتك على طول. التوفيق. على صحيح. خالد. ايوه يا فندم. وجوده هنا كدبلوماسي هيحتم علينا اننا نتعامل مع الحكايه دي بحرص شديد. مفهوم يا فندم. على اذنك. تعالي اقعدي. اقعدي قدامي. الفول اهم حاجه. رشه ملح، رشه فلفل، رشه كمون، زيت زيتون، معلقة طحينة. حلو؟ حلو. فصين توم مهروسين. حلو؟ حاضر. خلاص حفظتي؟ تعرفي تعملي طعمية؟ طبعا بعرف. مريهان. بصراحة يا طنط ما بعرفش. اقعدي يا موكوسة، خلصي الفول. قليل عليا اللي جابوني. أما أروح أصحي نور. يا نور؟ انت صاحي؟ اصحى يا نور عيني، اصحى يا حبيب مامي، اصحى يا روحي، يلا عشان تفطر. حاضر يا ماما. صحيت؟ يلا يا حبيبي. صحيت يا حبيبتي؟ صحيت. يلا. لا قوم اقعد. اه حاضر. صحيت. أقعد. صحيت والله. خلاص. لا اقعد. ايوه خلاص يا ماما والله صحيت. يختي على الحلاوه. ماشي. اه يا خلوبي على الحلاوة. ماشي. يلا. انت مين؟ انا مريهان، كنت مع نوها في الجامعة. اهلا يا مريهان اللي كنت مع نوها في الجامعة. طنط بعتلك ده عشان تاكله قبل الفطار، بس انا زودت عليه كده شوية حاجات. 6 حبات لوز عشان الاوميجا 3، وعين جمل علشان الذاكرة، وقطعتولك حتة صغيرة. وحش؟ ربنا يجعله في ميزان حسناتك. هو انت يرضيكي ابنك يتكشف على ستات غريبه كده بالمنظر ده؟ مين شريهان دي؟ دي مريهان بنت طنطك علا، مهندسه كمبيوتر كده، وبتعمل فول رهيب. هي مش قد كده في الطعميه، لكن هجربها في المسقعه. ولو نجحت في المسقعه نكتب كتاب؟ لا، نخطبها لك الأول على طول. اسمع كلام أمك. حاضر. يلا خدي ودي دول في البلكونة. حاضر. انت مش ناوية تبطلي حركاتك دي؟ حركات ايه؟ بابا هنا ولا في الشغل؟ واخد أجازة وقاعد في الفراندا بيتشمس. طب أروح أصبح عليه. يلا.